ما بقيناش تقدروا كومونديو من شي ان، جبت لك سيت اخر اللي ما كتخلص فيه لا ديوانه لا ثمن التوصيل. ولكن هذه المره ماشي غير غندويو على الموقع، وانما غنوريكم حتى شنو شريت باش نشارك معكم تجربتي ديال شحال المده اللي وصلني فيها المنتوج اللي هما حوايج، وناكد لكم على ان الرسوم الجمركيه والتوصيل مجاني، وغنقارن لكم ما بين التصاور ديال الحوايج وملي وصلوني واش نفس الحاجه او لا. بما ان اغلبيه المغاربه كانوا كيكومونديو من موقع شيئان، ولكن تسدات ما بقاش عندك الحق تكوموندي هنا، بزاف الناس كيبغيو يكومونديو الحوايج من برا ولكن كيخمو الديوانه والتوصيل اللي يطلع عليهم غالي، حيت ملي كتجيب المنتوجات وليتي الحوايج كتخلص عليهم وكل حاجه بوحدها، فتقدر تجيب حاجه ب 100 درهم وتخلص عليها 100 ولا 150 درهم، هنا كتطلع لك بثمن غالي بزاف. وهنا غنوريك موقع ديال الحوايج كيصيفطهم لك من تركيا بلا توصيل وبلا رسوم جمركيه، غتكوموندي غيوصلك في واحد الفتره قليله ديال 15 اليوم، غيوصلك حتى للدار مع شركه التوصيل فيما كنتي في المغرب. ومن بعد غنعطيك واحد الميزه اللي ما كايناش في جميع المواقع العالميه، هذا الموقع سميتو جاست يول، غتقول لي السميه فايتسامعها حيت دوينا عليه من قبل والفيديو وصل 9400 مشاهده. ولكن في هذه المره غنوريكم ملي كومونديت كيفاش خلصت شحال ديال الوقت وصلني، وغنوريكم داكشي اللي كومونديت ونقارنوه مع التصاور اللي كاينين تما، داكشي اللي قررت ان شاء الله من هنا قدام بزاف المواقع سواء اللي دوينا عليها ولا اللي باقي ما دويناش عليها نبقاو نطبقوا، ماشي غير كدوي على الحاجه بحال الا كتجرب وكتشري منها باش تشوف داكشي براسك، نكون انا الاول درت التجربه باش تاخذ فكره وتعرف واش كوموندي ولا لا. قبل ما ندوز نوريكم السيت وداكشي اللي شريت، اللين ديال الموقع غتلقاه في صندوق الوصف وفي التعليق الاول، كما انهم عندهم ابليكاسيون كتدخل بلاي ستور او الاب ستور على حساب شنو عندك ودير جاست يول غتلقاوها هنا حداكم. ودابا غندوزو نشوفوا الموقع وشنو شريت وارجع معكم. على بركة الله ملي غندخلوا للموقع غيعطيك بحال هاد الواجهة ديال البلدان اللي كيصيفط لهم، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، بلجيكا، انت مغربي وبغيتي توصلك في المغرب غدير المغرب ودير اختار دولة، غتلقاو صندوق الوصف وفي التعليق الاول اللي ديال الموقع، اولا راه عندهم حتى تطبيق دخل غير بلاي ستور ودير justyour.com. فوالا هنا غنمشيو خديجه دوينا عليه، وغنخلي لكم حتى اللين ديال الفيديو الاول، نضرب واحد الطليله سريعه على الموقع باش ندوز نشوف نوريكم شنو تقديت، ونعاود نوريكم بالتطبيق شنو وصلني. كتختار اللغه بحال اي موقع، فرنسي، عربيه، بالنسبه للثمن راه كيطلع لك ديريكت بالدرهم المغربي. شويه الكونيكسيون عندي فيها مشكل، فيه عيالات، رجال، دراري صغار، وفيه لي شوسيغ، صبابات، سبرديلات، فيه كلشي، وانت على حسب الذوق ديالك ولا على حسب شنو خاصك. غير هو الكاليتي فيهم طالع بالنسبه اللي غايقول لي شويه زايد في الثمن راه حيت حوايج ديال تركيا. انتم غتشوفوا التطبيق الحوايج ديالهم، انا غنمشيو مثلا للكونت، وسهل في كل شيء يعني في التتبع ديالو، في كيوصلك في مده قليله. مثلا هنا الكوموند اللي عندي فيه 996 درهم، النمره ديالها كندير لي ديطاي وكيعطيني هنا شنو شريت. شريت هاد السروال 267 والجاكيت 394 ولي سبادري 387 في المجموع 1048، وهنا عطاوني واحد الروميز ديال 52 درهم، والليفريزون فابور، والديوانة حتى هي فابور. الجاكيطة لقيتها بروموسيون عندهم بثمن ديال 400 درهم، ما غتلقاش بحال هاد الكاليتي، غنوريكم شي حاجة اللي الهربة ميمكنش. داكشي علاش خديتها واخا في الصيف قلت سميتو نلبسها. فوالا هنا كتلقى الا بغيتي دوي معاهم دغيا كيجاوبوك، تسول من اي حاجه، اصلا ملي كدير الكوموند كيعيطوا لك كيقول لك نكونفيرميو معاك لي كوموند، والطاي اللي اختاريتها كتجي قدك. يعني انا اختاريت لي طاي الام ديالي وصبر ديال 42 جاتني داكشي لاصق، وعندهم الشونجمون بالنسبه لي ما عجبتك شي حاجه ما جاتكش
طويلة ولا كبيرة عليك كيقدروا يردوها لك، وهناك تختار على حساب انت راجل ولا امراه، ولا بغيتي تختاروا الوليدات الصغار دابا مع العيد عندك لي شوا ديال كل شيء، لي صاك الكساوي سراول القبيات لي سيرفيت. ودابا غندوزو نشوفو داكشي اللي كوموندينا واللي شفتوه في الطلبات. الموقع ساهل، الا بغيتي دغيا تسولي جوابك في ديك اللحظه، التتبع ديالو حتى هو ساهل، ولكن اهم حاجه اللي عجبتني هي الدفع عند الاستلام اللي كيسولوني عليها بزاف الناس، بزاف اللي ما كيكونش عنده كارت بونكير او لا كيبغي حتى توصلو البرودوي عاد باش يخلص. هذا الموقع عنده هذه الخاصيه، كتكوموندي داكشي اللي بغيتي كيكونفيرميو معاك ملي كيوصلو لك داكشي اللي عندهم عاد باش كتخلص. وكيف ما قلت تقدر ترجع لهم داكشي الا ما جاش قدك، مثلا القياس ديال الام ولا الال جاك كبير ولا صغير كاين شونجمون، مع انه لي طاي ديال تركيا الا كنتي كتلبس الال وخديتي الال كيجيك هو هذاك، كنتي كتلبس الام راه كيجيك هو هذا. كما خديت انا في لي طاي جاوني بثلاثه، سواء الجاكيطه سواء السروال او لا سبرديله اللي غنبارطاجي معكم دابا. على بركه الله نبداو بالسروال اول حاجه. نفس السروال اللي كاين في التصاور، هذا ديال الصيف تيوبو خفيف، لكن حتى شي فرق راه جبان لكم التصويره حتى الفيديو وغتقارنوا بيناتهم. ندوزو للصبابط، ما كاين حتى شي اختلاف بينا وبين التصاور، الكاليتي ديالها شي حاجه مزيانه صراحه. عندهم حوايج زوينين بزاف، تركيا معروفه بالحوايج يعني بلا ما نشرحوها بزاف. حتى نخلي لكم التصوير حدا باش تقارنوا ما بين التصاور وما بين الواقع، واخا شفتو قبيله التصويره. حيدو دابا نقول جاكيطه شويه كبيره ولكن راه اسخن جاكيطه غنلبس في حياتي. انا كنت كناخد من المغرب 500 درهم ولكن ما سخنش على هاد. ايوا واحد ستيل زوين في القبض ملي كتسد كتبقى دايره هكا. ونرفع الجيوب هنا، تقيلة بزاف وسخونة. شوفوا ما كاين حتى شي فرق ما بين التصاور وما بين الواقع، نفس البرودوي اللي مصورينه لك هو اللي كيصيفطو لك. شي حاجه على ضمانتي. هكا نبقى مره نجرب لكم لي سيت حسن ما نبقى ندوي لكم على الحاجه وانا ما جربتهاش. كملوا معايا الفيديو. صراحه تجربه زوينه والتعامل ديال داك الناس زوين. علاش؟ حيت ملي كتكوموندي كيصيفطوا لك ميساج، ملي كتدخل الساعه المغرب كيصيفطوا لك ميساج كيقول لك فوالا راه حنا عطيناها شركه التوصيل وغادي يجيبوها لك في هاد اليومين ولا 3 ايام. كدوي غير مع واحد، ما كاينش قوه البائعين باش تدوه ولا تبقى تريكلامي على هذا ولا هذا، وانما سيد مجموع كيدوي معاك شخص واحد اللي كيقدر يعطيك المعلومات الكافيه وكيحل لك اي مشكل عندك. هنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. عندك اي سيت بغيتي نجربوه مرحبا كتبوا لي في تعليق باش نشوفو، وانا ران الاشاره. كتب لي رايك ملي غتدخل السيت شنو بان لك فيه الاثمنه، ولا شريتي وصلك منتوجات حتى هما شاركهم معايا هنا في الانستغرام اولا صيفط لي في الميل باش نعرف الفيدباك ديالك على هذا السيت. كان معكم محمد عاشور، فيديو جديد وموضوع جديد، الله يعاونكم.